السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. احنا ماشي البعادل، احنا في عين عيشة، وصلنا لعين عيشة. هي فين عين عيشة؟ ان شاء الله يا ربي ماشي البعادل، نفوجوا شوية ونشوفوا بعينينا شوية. وحنا يا من عين عيشة انت يا عين مديونة، عين مديونة رحنا في عين. تبارك الله عزيز. مش غير هذا اللي كيتروى على الطريق كل صباط الجبال ديال عين مديونة. مرحبا اخر دابا حنا وصلنا الدور ولا دازاب، حنا غادي نتقبلوا عاد باقي ما وصلنا لشي، دابا حنا قربنا عاود. اذا نخليكم معنا شويه في واحد جوله بسيطه وصغيره وقصيره باش تشوفوا فيها معنا هاد الدوار اللي هو دوار ولا دازاب. ولا دازاب اللي كيبيع الجلالب ديال الصوف. ابو عاد فين راه الجامع ديالو؟ ديك فوقاني. ايه هي هذيك تما. باقي نعقل عن تمتم. باقي بندور ومسالتها كنا نطلعوا نشك. بندور درتو نطلعوا. القرع مثلجة شوفها. نعناع. نخرب عندك. بابا تي. نعم. شنو تبغي تقول للمشاهدين ديالك؟ قول لهم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ونتمنى من الله يكونوا بخير وعلى خير. ورحنا دابا ماشي للبعادل. احنا وصلنا للبعادل احنا لتحت. ماما تي وصلتي؟ وصلتي؟ لا. وفين دابا حنا فين؟ دابا حنا بوعادل. وصلنا تبارك الله لبوعادل. ها انت حنا في الطلاسيو راه حنا نزلنا. ها حنا طالعين في الطريق. ها انت شويه باش ما طيحيش انتينا. ايوا شوفوا معنا شويه بوعادل وعرفوا بوعادل. انت غير في الطريق الماء، حنا ماشي بالماء. كاين الطريق انت ها السطيله اللي باغي توضى يمكن هات كل شيء موجود. هات الديسير الماء تبارك الله. شوف الحوالس راه زوينه ابو عادل. نديرو الاشاره لكل شيء اللي ديال العربيه ديال ابو عادل راه زوينه. انت شوف تبارك الله الماء. شوف تشوفوا سيف الدين باش يشوف الماء تبارك الله. هو حاضر الماء تنطلعوا الفوقاني باش ما تبسخ رجلو. غادي على رجليه دابا نصورو هنا من تحت. عندك تحت زي العسل على قلبي هوا. ولكن الضوء الدنيا خاوية ماشي بحال هادي الشحال كاع في العيد واقيلا. اوه هاد الطويجنات، هاد الطويجنات، هاد الخرخرات، هاد طويجنات العنس اللي باغي تهبط. ها سنيري اللي باغي يكلك من تحت، اللي باغي يتغدا كتغدا الفوق. هادي لا زنوبة نتغداو ايه. راه جاني الجوع ولا جاني الجوع؟ قلت له حنا ماما كيقول لك سير نمشي لنعيش عاد نتغدا. فين دابا راه غنموتو؟ الا بغيتي الشيفون
وين كيما قلنا لكم هاد الطلاب ديال بو عادل قرب شربوا بابا حتى انا بغا نشرب بابا عمر لي معاك تيشرب تيشرب لي المهم اخوتي اللي باغي يكلي كيكلي شربوا قرب لعندي هنا وشربوا الا ما نوصل لك كيسين باقي ما وصلناش ما بقاش بزاف تيخوا كيشرب دابا دابا راه الدنيا خاويه على الليمات العاديه جيت نسرح حسن العيد وين هاد الحوايج اللي كيتباعوا واخا خا قلت له بطل الفول قلت له واخا خا كيعلك الكرسي هادو هما البيوت اللي كيتكراو في بوعادل الناس اللي ما عمرهم ما جاو ياخذوا فكره معانا المهم حتى نقول لكم بلا المصوره هي ابتسام هذيك راه ماما تي مسكينه راه جايه مريضه كتقات معنا باش توصل ندخل صور ماما تي من البيسين انا نصور لها لبس محدو خاوي هذا البيسين الثاني هذا غرق شويه على الاول كيبان ليا غنمشي نبدل الحوايج ونطلعهم هنا مطبيعه ديالنا بايع بنيه احنا بشي وعادل هذا البيسين ديال بوعادل ها هو هنا راه البنيه ديالي اليوم بعد ما دوزنا النهار ديالنا وتردينا ومشينا للبيسين وشربنا اتاي وكل شيء قهوه دابا حنا على جنب حنا ان شاء الله يا ربي عاملين دار كل شيء مزيان كل شيء بخير كل شيء هذا الشيء هذا رائع هذا الشيء النهار دوزنا رائع 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 زوين بزاف يا بصحتنا وراحتنا ولا قبل اي واحد عجبو هذا الشيء ديال بوعادل يجي يشوفو نتمناو تجيو تشوفوا هذا المنظر وهذا الشيء المنظر غزال بارد النهار دوزنا بارد 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 بوعادل
نعرف لهم بطي شخصية أنا غادي نوريها لكم. ها هي ها هي ها هي ها هي كتاخد صورات. هذا حسام هانس طريق العادة ثم طريق الخروج من بعاد. صافي وانا قديت ان شاء الله يرجعنا في بوعادين وحنا خارجين ان شاء الله يربيها واستراسيون نخرجوا بحالنا باذن الله. الله يوصلنا على خير وترك السلام لكل واحد ونوصلوا ان شاء الله بخير وعلى خير وندعوا معنا ونتمنى لكم تنتم تقولوا هذا بوعادين راه زوين وبزاف بزاف.